علشان نقدر نعيش سعادة في حياتنا كسيدات او كذكور، مهم ان احنا نعيش فطرتنا. ففطرة الذكر هو القيام على الانثى، وانت شجعيه على هذا القيام بانك تطلبي وانك تشكري وانك تخضعي له فيحس بقيمة قيامه. اما يلاقيكي بالاملاء مقابلة ناعمة وجميلة ويلاقيكي مهتمة وحباه، يبقى حاسس ان هو قيامه على عليكي وعلى بيته مقدر، وهو ده نوع التقدير اللي هو متجوز عشانه، عشان يرجع بيته يلاقي انثى جميله بتضحك في وشه وبتبتسم في وشه وفرحانه بيه وسعيده بوجوده، وبعد كده ممكن مع الوقت جابت له عيال والعيال فرحانين بيه، يرجع يلاقي حياه. ده دورك انت انك تعملي له حياه. هو دوره هو ان هو يوفر الماديات الخاصه بهذه الحياه، وانت شخصيا انت الحياه وانت اللي بتعملي له حياه، فمن غيرك هو بيشتغل بس مش عايش. انت اللي بتعملي له حياه، انت اللي بتخلي الحياه حياه.